ما شاهدناه الآن هو أذان المغرب مباشر من مدينة أوتوا. لأول مرة البارحة أقر مجلس البلدية في مدينة أوتوا بالسماح للمساجد بأداء الأذان بالسماعات الخارجية خلال شهر رمضان. طبعا هاي أول مرة بتصير، بتطلع على المسجد قلبنا يعتصر حزنا لأنه مش قادرين ندخل نصلي فيه صلاة ولا ندعو من داخله دعاء، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن صيامنا ويعيدنا إلى حالنا وأن يزيل هذه الغمة عن سائر البشر يا الله.